الأمر الثاني لشعب البحرين، بالله عليكم قتلت الرجال، قتلت النساء، الأطفال، تهكت الأعراب، هدمت المساجد، أحرق القرآن، هاي المصائب والبلايا والمحن، أخذ بثأركم. هاي سؤال لكم يا شعب البحرين، أخذ بثأركم؟ لم يؤخذ بثأركم. أدعوكم رجالا، نساء، شيوخا، أطفالا، بأن ترفعوا رايات الحمراء التي هي تعني بعدم أخذ الثأر. ترفع هذه الرايات حتى يأتي اليوم الذي يأتي فيه رجال الله من المقاومين ليأخذوا بثأركم. والسلام